أيضا من الرائع أن نرى هذه المنظمات الدولية والأممية التي تكافح وتناضل من أجل ضمان أن الدول الكثيرة يجب أن تعترف بما يحدث من فظائع ومذابح في اليمن. والآن يشرفني أن أقدم الممثل رون كونر من مجلس نواب كاليفورنيا، وكما تعرفون هو قام برعاية مشروع قرار رقم 81 لوقف مشاركة الولايات المتحدة في هذه الحرب. رحبوا معي مع العضو روم. شكرا لجميع الحاضرين هنا، وأشكر الإعلاميين الذين يغطون هذا الموضوع، وأشكر كين عاد الذين كانوا القوة الدافعة وراء هذه الفعاليات وتسليط الأضواء على هذا الموضوع وهذه القضية. كما تعرفون هذه قضية أساسية تعنى بحقوق الإنسان والتزامنا تجاه حقوق الإنسان، ونحن نعرف أن جيشنا يدعم ويساعد المملكة العربية السعودية في تزويد الطائرات بالوقود، هذه الطائرات التي تقوم بقصف اليمنيين، وكذلك نساعدهم في تحديد الأهداف. هذه حقائق، ومشروع القرار يقر بهاتين الحقيقتين. ما أريد أن أعرفه هو كيف نتخيل أن يكون ذلك من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية. وطبعا عندما أعود إلى موطني أعود وأرى المقاهي وأحادث الناس في الشوارع، وأنا أتحدى أي عضو في مجلسي الشيوخ والنواب لأن يشرح ويفسر لناخبيه مسوغات والمنطق وراء دعم ومساعدة النظام اليمني في الحرب، النظام السعودي عفوا، في الحرب الأهلية ضد الحوثيين، وذلك لأنهم يزعمون أنهم قلقون بشأن تدخل إيران في اليمن. كيف نشرح هذه الأمور للأمريكيين في البلاد؟ لا أعتقد أن ثمة مواطن أمريكي يعتقد بأن حياتي ستكون أكثر أمانا، وأن مصالح الولايات المتحدة القومية وأمنها القومي يمكن أن يتحقق من خلال دعمنا للسعودية. هذا محض هراء. من يفهم هذا المنطق هو نفس الشخص الذي قادنا إلى غزو العراق، ومن دعم صدام حسين ضد إيران، ومن دعم المجاهدين ضد الاتحاد السوفيتي، ومن دعا إلى إسقاط القذافي في ليبيا، ونفس من دعوا إلى الانقلاب في أوكرانيا. وكنا نعتقد بأننا سنتعلم من دروس التاريخ بأن التدخل في شؤون الآخرين ومساعدة في قتل البشر ليس فقط أمر لا أخلاقي ويتعارض مع قيمنا ومثلنا، بل هو خطأ استراتيجي بامتياز. ولهذا نرى دعما من كلا الحزبين لهذه القضية ولدعوة الولايات المتحدة لأن توقف دعمها لليمن وما يحدث من فظائع هناك، كي لا تنشأ أجيال قادمة وهي تعرف بأن القنابل الأمريكية هي من قتلت أحبائهم. آمل أن يصوت جميع أعضاء مجلسي الشيوخ لصالح مشروع القرار هذا، سيما الديمقراطيون. وأنا أشكر السيناتور لي والسيناتور ساندرد على طرحهما هذا المشروع، وأنا وزملائي سنقدم هذا المشروع في مجلس النواب. وهذه ستكون خطوة مبدئية ل
إجراء تحول في سياساتنا الخارجية، وهذا أمر يجب أن نكون قادرين على الإجابة عنه بعد 10 سنوات من الآن، عندما يسألنا أبناؤنا بشأن ما قمنا به في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. عندما يسألنا أطفالنا هذه الأسئلة، نستطيع أن ننظر إليهم في أعينهم وقلنا أننا بذلنا قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على السلام وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في العالم. شكرا عضو الكونغرس رو. نحن سنطلب من المتحدثين أن يضعوا الأزهار عند مغادرتهم، وأود من وسائل الإعلام أن تلتقط هذه الصور. والآن نعود إلى ما تبقى من برنامجنا. الآن أدعو كيم، وهي مديرة للسياسة المعنية بسياسات الشرق الأوسط، وقادت جهودا حثيثة بشأن إنهاء تدخل الولايات المتحدة في الحرب على اليمن. أتشرف أن أنضم إليكم هذا اليوم، ونحن على وشك أن نشهد دعوة مجلس الشيوخ للتصويت على قرار بشأن وقف تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب غير الشرعية، وأعتقد أن هذا الأمر أكثر إلحاحا في اليمن، حيث تعمل على الولايات المتحدة على إيقاد هذه الحرب من خلال تزويد الطائرات التي تسقط القنابل على المدارس اليمنية والمستشفيات والأحياء ومجالس العزاء بالوقود. علينا أن نوقف ذلك، ونحن متحمسون إزاء الزخم الذي نشهده في كافة أرجاء البلاد. هنالك عشرات الآلاف من الناشطين الذين حشدوا جهودهم، والشكر موصول لهؤلاء النشطاء، والشكر موصول لكم جميعا من تتابعون هذا الحدث، وكذلك الشكر موصول لأعضاء مجلس الشيوخ ساندرز ولي وميرفي الذين تقدموا بمشروع هذا القانون. ولكن العمل لم ينتهي بعد، هنالك عمل كبير أمامنا، وهنالك طبعا من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ غدا، ونحن أمامنا وقت لأن نحدث فرقا إزاء عملية التصويت، ونحن نعمل على التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين ما زالوا غير متيقنين بشأن تصويتهم. لذلك أدعوكم إلى الاتصال بهذا الرقم 133 أوقف الحرب ستوب وور. ولذلك قوموا بدعم هذا التصويت غدا، مشروع القرار 153، ودعونا نفوز بعملية التصويت هذه. شكرا لك كيت. طبعا سيكون معنا كيت أخرى ستتحدث إلينا، كيت هايزر، وهي مديرة السياسات لحملة أوقف الحرب، والتي قامت بعمل محمود في الجهود ضد الحروب. كيت تفضلي، الكلمة لك. شكرا لكم جميعا على حضوركم اليوم، وكما ذكرت زميلتي فإن هذه لحظة فارقة،
منذ 30 سنوات الولايات المتحدة ساعدت السعودية والإمارات العربية المتحدة في حربها في اليمن، ذلك من خلال تقديم الدعم. نحن قمنا بصب النار على الزيت في هذا الحرب، حيث نقوم بتزويد الطائرات التي نقوم ببيعها للسعودية بالوقود، وكذلك نحدد الأهداف التي يتعين على هذه الطائرات قصفها. والآن الحوار بات حاسما بشأن موقف وزارة الدفاع، وأين ينبغي لقواتنا المسلحة وجيشنا أن يشارك في الصراعات. رؤساء الولايات المتحدة أدخلوا الولايات المتحدة في حروب على مدى 50 سنة والسنة الماضية، والقرار في هذا الشأن شن الحروب في يد الكونغرس. هنالك الكثير من الأمريكيين لا يعرفون أين تقع اليمن على الخريطة العالمية، وهذه قضايا لا تتعلق بحياة الأمريكيين، وهذا قرار يعنى بالسياسة الخارجية، لأن الأمريكيين يعرفون أن هذه القرارات سترتد سلبا على حياتنا في الولايات المتحدة. وعلينا أن نطرح سؤالا محوريا بشأن مشاركتنا في تزويد هذه الحرب بالوقود إذا ما صح التعبير، والأمر بيد مجلس الشيوخ لأن يتخذ خطوة إلى الأمام من أجل تفعيل المادة المرتبطة بشن الحرون. وعلى الشعب الأمريكي، وطبعا الشعب الأمريكي شارك من خلال حملة اتصالات هاتفية زادت عن إجراء 10,000 مكالمة هاتفية، والرسالة واضحة: كفى كفى كفى. ويجب أن يكون موقف مجلس الشيوخ واضحا وألا يقف على الحياد. نريد لمجلس الشيوخ أن يقول أن الشعب الأمريكي لا يمكن أن يقف متفرجا على ما يحدث في العالم. هذا المشاركة في مثل هذه الصراعات لن تجعلنا أكثر أمانا وسلاما، ومن الواضح بأن الشعب الأمريكي عندما يعرف وعرف ما يحدث في اليمن فإنه سيدعو إلى وقف المشاركة. لذلك ندعو ممثلي الشعب أن يستمعوا إلى المواطنين وأن يطلعوا بمسؤوليتهم المتعلقة بالمشاركة في الحرب والصراعات من عدمها. شكرا لك كيت. أود أن أشدد على ما ذكرته كيت بشأن تأثير الحروب الخارجية علينا. سمعنا مرارا وتكرارا بأننا ليس لدينا أموال كافية للتعليم المجاني وللرعاية الصحية المجانية، لكن بأيدينا مليارات الدولارات التي ننفقها على الحروب التي لا تعنينا. الآن سأدعو بول، هل أنت موجود؟ وهو الرئيس الأول لحركة السلام، وهو لعقود طويلة شارك في جهود إحلال السلام في العالم. الثورة الأمريكية قامت ضد استبداد وطغيان الملك، والآباء المؤسسون هم من أعطوا سلطة إعلان الحروب وشن الحروب للكونغرس، وهؤلاء من كتبوا الدستور وصاغوه قيدوا سلطة الرئيس الأمريكي في شن الحروب، ولا يتم ذلك إلا بعد موافقة الكونغرس. وبعد حرب فيتنام قرر الكونغرس بأن يمارس حقوقه الدستورية في عام 1973،
حركة السلام شاركت في جهود لتمرير ذلك القانون حتى مع استخدام الرئيس نيكسون لحق النقض فيتو، ولكن ما زالت وزارة الدفاع مشاركة في صراعات ونزاعات في العالم. وصدر قانون تفويض القوة العسكرية في عام 2001 من دون موافقة الكونغرس، وهذا شمل ما يجري في اليمن، حيث تدعم الولايات المتحدة السعودية والإمارات في الحرب في اليمن. ونحن نعرف أن هناك أكثر من 20 مليون مواطن يمني بأمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وهنالك الملايين ممن هم على شفير المجاعة. ونحن نريد أن نعلي أصواتنا ممثلين للأطفال الذين يقضون نحبهم في اليمن. هنالك عديد الأعضاء في مجلس الشيوخ ممن تولوا زمام المبادرة من أجل وقف الحرب في اليمن. الآلاف منكم من يتابعون يستطيعون إحداث فرق كما ذكرت الزميلة كيت. فنحن بانتظار تصويت خلال هذا الأسبوع، وندعوكم للاتصال بهذا الرقم 133 ستوب وور، وتحث ممثليكم في مجلس الشيوخ على التصويت على وقف الدعم في الحرب في اليمن. شكرا لك بول. فقط نذكركم مرة أخرى، من يحمل هاتفه معه نريد منكم أن تخزنوا هذا الرقم. نعم، ارفعوا هواتفكم. إذا قوموا بالاتصال بالرقم 133 ستوب وور، وقوموا بالاتصال أيضا بممثليكم في مجلس الشيوخ. ولذلك نحن نتوقع أن تتم عملية التصويت غدا أو يوم الأربعاء، ونريد لمشروع هذا القانون أن يمر ويعتمد. والآن أدعوكم جميعا أن تأخذوا زهرة كل منكم وتضعوها على الأرض.